يسند إليها مجتمعنا ويحكي بطالبه من أجل تذكير العالم بالأضرار والدمار الذي يتسبب في الإرادة السياسية لتمهيدها والدفع نحو تشكيل اللجنة العليا جاء اليوم خاص بمكافحة الفساد للتعريف به والتعريف بمضاره وأثاره على المجتمعات وعلى التنمية تحديدا وعلى التنمية المستدامة على وجه الخصوص، حيث درجت منذ 2003 أن جعلت الأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر هو يوم عالم لنفع الفساد، وباعتبار أن ليبيا أحد عضو باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أنشئت على غرار هذه الاتفاقية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تعنى بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وذلك لجعل الفساد ملف مجرم بكافة القوانين وكافة التشريعات، حيث أن رأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتقديم عدة مبادرات لمحاربة الفساد من خلال التعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى على رأسها الديوان المحاسبة الليبي وهيئة الرقابة الإدارية. في هذا اليوم الكريم فليتفضل. اليوم نحيي اليوم العالمي لمكافحة الفساد 9/12/2019. هذا اليوم وهو تم اعلانه من خلال منظمة الأمم المتحدة. الآن في هذه السنة تم هذا الإحياء بمشاركة بين الديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد. على هذا فإننا في ديوان المحاسبة ندعو نحن على قناعة تامة لأن الفساد يمكن مواجهته لمكافحة الفساد والتنمية المستدامة المبذولة لمكافحة الفساد من خلال تطوير. احنا كل سنة كهيئة رقابة وديوان محاسبة، ولكن نحكي من حيث الهيئة الرقابة الإدارية أن عندنا تقرير سنوي شامل لجميع الظواهر السلبية، ولكن احنا دورنا مش لاكتشاف الخطأ، احنا الاكتشاف والتصويب، يعني الحد من الأخطاء والفساد اللي صاير في الدولة الليبية وعدم الالتزام بها. وقد دعونا مرارا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والنبيين. السلام عليكم. نشارك اليوم مصالحهم المتمثلة في الاستواء على سبيل القرار. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم. الإدارية السيد خالد شوشة رئيس الديوان المحاسبة الليبي